شكل اللي هو مريح وانيق، ما كاين لا صداع على يديك لا خليك، والحمد لله الحمد لله. ونطلبوا لهذه المجموعه باش يزيدوا لقدام ويحقوا للساكنه اللي كي يطلبوها من، لان كاينه الازبال راه متراكمه، كاين الواد الحار، كاين شله ديال المسائل اللي هي خايبه لهذه الجماعه. ونطلبوا من الرئيس باش يعطي وقت لهذه الجماعه وينهض بها ويزيد بها لقدام، لان خاص برنامج اولا وقبل كل شيء، خاص برنامج، وهذا البرنامج خاصو يديرو السيد الرئيس، وخاصو يكونوا نواب الرئيس، وكل نائب خاصو يتحمل المسؤوليه اللي هي عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.